مساء الخير، اسمي دكتور هشام مناوي، استاذ جراحه تجميل في القصر العيني. النهارده هتكلم على عمليات تصغير الثدي. تصغير الثدي بيبقى عاده واحده جايه بتشتكي من حجم صدر متضخم بقاله سنين ومضايقها، سواء شكلا او حجما في اللبس، فبتبقاش عارفه تلاقي لبس تلبسه، او ان هو عامل لها وجع في رقبتها، وجع في كتافها، ساعات بيؤدي الى تسلخات تحت الساد. فبتيجي عايزه ان هي تقلل من حجمه وتقلل من الترهل اللي هو فيه. العمليه طبعا بنعملها تكون البنت بلغت سن فوق 18 سنه. البروسيجر بتاخد لها حوالي من ساعتين لثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونص. تعمل طبعا ببنج كلي. الجروح بتفرق ما بين عيانه والتانيه على حسب حجم الصدر، على حسب الجلد الزياده اللي فيه. فعندنا عمليات في التصغير بيبقى الجرح حوالين الحلمه فقط، او الهاله اللي حوالين الحلمه، وفي عمليات تبقى زي اللولي بوب كده حوالين الحلمه وبالطول، او اللي هي بنسميها الانكر او انفرتد تي اللي هي حوالين الحلمه وبالطول ومن تحت الصدر. ايه اللي بيحصل في العمليه؟ العمليه عباره عن ان احنا بنشيل في جلد ودهون وفي انسجه او الغدد اللبنيه بتاعت الثدي. ففي ناس بتيجي تقول لي يعني هترضع، اخبار الاحساس ايه، كلام من ده. لازم فاهمين ان في طبعا في ريسك زي اي عمليه، في كومبليكيشنز وارده، لازم نبقى فاهمين كل حاجه عن العمليه قبل ما نعملها. فلما نيجي نتكلم هل هي هترضع؟ هترضع، بس على حسب الدكتور ايه الطريقه اللي لازم برضه تساله السؤال ده وقت قبل العمليه، لان في عمليات الدكتور بيشيل فيها غدد لبنيه عشان يصغر الحجم، وفي عمليات بيشيل جزء من الغدد عشان يصغر الحجم، وفي الرفع لو واحدة عايزة ترفع صدرها بس ممكن ما تشيلش من الغدد اللبنية خالص. الإحساس نفس الكلام، ممكن الدكتور في العملية ده واردة في برسنتج قليلة إن الإحساس يروح خالص، وفي وارد إن في ما بين 30-40% الإحساس يقل وبيرجع تاني، وفي ما بيحصل لهمش أي حاجة. فلازم برضو دي تتحط من الأسئلة اللي تتسأل الدكتور قبل ما تعمل العملية. بالنسبة بقى لواحدة عملت العملية والحجم الصدر صغر وكل حاجة، بيبقى فيه كير بعد العملية للجروح، بنستخدم كريمات عاملة ازاي، بنستخدم في بلاستر معين، في حاجات اللي هو لزقات اللي عاملة زي السيليكون، دي حاجات بتتحط على الجروح من حوالي شهر لغاية ممكن نوصل لغاية 6 أشهر عشان الجرح يبقى خربوش صغير. عشان كده ما ينفعش الواحدة تيجي تقول ان هي مثلا عايزة تعملها وهتتجوز مثلا بعد شهر او شهرين، ما ينفعش، عشان الجروح هتبقى لسه حمراء ولسه عالية، فلسه لازم ان احنا نحط كريمات ونحط اللزقات السيليكون لغايه لما الجرح يطيب خالص. من المشاكل اللي ممكن تحصل، لا قدر الله ممكن يحصل نزيف في العمليه، ممكن فقدان الاحساس في الحلمه، ممكن فقدان للحلمه لو التاثر الدمويه فيها. لكن عشان كده الواحد بيسال الدكتور ويفهم الكومبليكيشنز، عشان كل حاجه برضه زي ما قلنا وارده في هذه العمليه. عملية التصغير قريبة من عملية الرفع. الرفع احنا بنرفع بنشيل بس من الجلد وبعض الأنسجة عشان نرفع، التصغير بنشيل من أنسجة الثدي عشان نصغر الحجم. بس شكراً.